السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة حنتكلم فيها عن الموعد المناسب لتعطيش نبات الطماطم، وطبعا افضل وقت حتى طبعا يتم فيه تعطيش النبات، وحتى طبعا النبات يستفيد منه وكذلك المزارع. فطبعا قبل بداية حلقتنا اتمنى تعملوا اشتراك القناة ولايك اذا عجبكم الفيديو وتشاهدوا معانا الحلقة للنهاية. طبعا مثل ما تلاحظوا هذه شتلات الطماطم اللي زرعناها بعد مرور اسبوع واحد من الزراعة. طبعا هذا شكل الطماطم، وطبعا الري في المرحلة هذه يكون كل يومين بنروي ري بالغمر، هذا طبعا النبات يستفيد من الماء. طبعا مع ارتفاع درجات الحرارة لازم يتم الري بانتظام، يعني لو روينا كل يومين لازم نستمر في الري كل يومين حتى طبعا النبات يستفيد من الماء. طبعا اغلب الناس بتعرف انه التعطيش مهم جدا خاصة للمحاصيل الصيفية وطبعا منها الطماطم. فطبعا في بعض الناس بتسألني عن متى يتم تعطيش الطماطم والموعد المناسب حتى نعطش فيه الطماطم. طبعا الموعد المناسب لتعطيش نبات الطماطم هي بعد اسبوعين او بعد 20 يوم من الزراعة، يعني بعد 20 يوم من الزراعة وحتى طبعا النبات يطلع اوراق جديدة لازم يتم مباشرة تعطيش الطماطم. وطبعا التعطيش هو التوقف عن الماء لمدة 10 أيام وممكن حتى 20 يوم حتى طبعا النبات يستفيد من التعطيش. ان شاء الله في فيديو اخر حنتكلم عن فوائد التعطيش بالتفصيل، ولكن لو حابب انك تعطش الطماطم فقوم بتعطيشها بعد 20 يوم او بعد اسبوعين من الزراعة حتى طبعا النبات يستفيد. وطبعا ممنوع انك تقوم بري النبات لغاية التزهير، لازم اهم حاجة انك تروي النبات كل يومين بانتظام، وبعد مرور اسبوعين او 20 يوم لازم يتم تعطيش النبات لمدة من 10 أيام لأسبوعين وممكن حتى 20 يوم لازم يتم فيها تعطيش النبات. وطبعا بعدها بنرجع نروي كل يومين او كل 3 أيام طبعا على حسب حالة الطقس وطبعا حالة النبات. فقط هذه كانت الإجابة عن متى يتم تعطيش الطماطم. وطبعا في نهاية الحلقة أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة هذه، وأتمنى طبعا تنشروا الحلقة، أتمنى تشتركوا في القناة ولايك طبعا إذا عجبكم الفيديو، وإن شاء الله نلتقانا في الحلقات المقبلة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.